أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عقد رجل على امرأة فطلقها حالا قبل أن يدخل بها، فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟ لا، إذا عقد الأب على امرأة فلا يجوز لأبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا لا يجوز لهم أن يتزوجوا منها، لأنها زوجة أبيهم، لأنها زوجة أبيهم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نكح يعني ما عقدوا عليها ولو لم يدخلوا فيها، ولو لم يدخلوا بها. نعم.